شايف هنا اوكي. هنتكلم على الابدومين اس جنرال، تمام. الابدومين اس جنرال عشان نوصل منها للديفرنشال ادوس اوف ابدومين الماس، عشان نوصل لها للريتروبرينيال نيوبلازم. الابدومين دي عباره عن لونجيتودينال اوفال كافيتي، لونجيتودينال اوفال كافيتي محطوطه فيرتيكال كده، ستارتد فروم اب فروم ذا فراج نمتيل البلفيك فلور داون وورد. بوستيرلي الفيرتبرال كولوم بارفيتبرال ماسل باوندينج ات، ولاترالي وانتيرلي اللور كيج ريبس والانتيريور ابدومين ماسل. هنا بقى لازم نشرح حاجه. الابدومين اكزامينيشن لازم نعري كل المناطق اللي انكلودنج فيها البروبر ابدومين، البروبر ابدومين اللي هي من الزيف ستيرنم للسيمفيس بيوبس، دي اسمها بروبر ابدومين، دي مش الابدومين. لكن الابدومين عباره عن البروبر ابدومين بلس استراسيك ابدومين بلس البلفيك ابدومين بلس الريتروبرينيال ابدومين. يبقى الابدومين في الطب مش من الزيف ستيرنم للسيمفيس بيوبس. امال ايه اللي مزيف للسيمفيس بيوبس؟ دي البوردر بتاعه الانتيريور ابدومينال وول عشان ما نلخبطش. امال الابدومين بقى كافيتي؟ لا، ده جوه الحته دي اوفال شيب كافيتي محطوط فيرتيكالي كده، ممتد فوقيها لغايه الفيفث انتركوستال سبيس اللي هو الدوم بتاع الدفراج، وممتد داون لغايه الميد ثاي اللي هو اللور بوردر اوف بلفيك كافيتي، وممتد ورا لغايه الفيرتبرا والبارافيرتبرا ماسلز، وانتيريورلي لغايه الثراسيك كيج والابدومينال ماسلز. تمام. الابدومينال ماسلز بقى بتتكون من 3 لايرز اللي هي اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك وترانسفيرس ابدومينس. من فضلكم الاناتومي والاوريجن والانسيشن بتوع الثلاثه دول يتحفظوا كويس جدا 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 ويتراجعوا كويس جدا جدا جدا، لانك لو رجعتهم صح هتفهم الانجواينال هيرنيا صح. اللينيا قلبه ده الجنكشن، دي كل الكلام ده هيفيدنا. الجنكشن بتوين الديكاستيشن اوف فايبرز اوف ذا بايلاترال انتيريور ابدومينال وول ماسلز في الميد لاين، وبيمتد من فوق من زيف ستيرنم لغايه السيمفيس بيوبس داون. الريكتس ابدومينس دي اثنين ماسلز سيبريتلي، لو مش فلات ماسل زيها انتركاستيشنز فايبرز او جانكشنز، دي اللي هي الناس اللي بيلعبوا رياضه في الجيم وبتاع بيقولوا عندي 6 باكس. وين زيف بروسيس والسيمفيس بيوبس مش دي الابدومين؟ امال الابدومين فين بقى؟ الابدومين من فوق من هنا، من اول هنا، من اول النيبل لاين وداون لغايه الميد ثاي. You have to expose all this during inspection of the abdomen, yes, but with respection of coverage of external genitalia. سواء اللي قدامك ده راجل ولا ست، you have to cover the external genitalia. سواء الراجل اللي قدامك ده عربي ولا هندي ولا اوروبي ولا بتاع، لازم تكفر الاكسترنال جيتاليا. طيب جوه الكافيتي ده، جوه الكافيتي ده في كونتنت. لما نفهم الكونتنت هنعرف الديفرنشال دايجنوز اوف ابدومينال ماس. الكونتنت دي زحمه وداخله في بعضها زي ما انتم شايفين في الصوره، كما انها محطوطه في كذا لاير. هي دي بقى النقطه المهمه الحلوه الجميله اللي هنستفيد منها. كل اللي موجود في الصوره دي ده في البروبر كافيتي نفسه، تمام، اللي هو متغطي ببروتينيال كافرج. امال اللي في الصوره الثانيه ده الريتروبروتينيال، ده اكنه ايه؟ اكنه ليفل اخر. فاهمين يعني ايه ليفل اخر؟ الليفل الاولاني في الصوره الاولانيه ده انتيرلي، ثم لما تشيله يبان لك الليفل الثاني بوستيريور، ده الريتروبروتينيال. الانتيريور موجود طبعا الليفر، ومعظم الليفر في الثوراسيك ابدومين. السبلين كله في الثوراسيك ابدومين، الفاندس بتاعت الاستومك كلها في الثوراسيك ابدومين، لكن البودي بتاعها في الايبيجاستين. الترانسفيرس كله منظره فين وموجود فين؟ في الامبريكا لانه ساجد داون وورد، او في الايبيجاستين لو ديستندد. الجول بلادر مكانها فين؟ لازم نحفظ مكانها عند التيب اوف ناينس كوستال كارتليج في الرايت سايد. السيكا مكانه فين؟ الابندكس مكانها فين؟ والديفرنت سايد اوف الابندكس هنشوفها لما تدرسوا الجي اي تي. كمان اسمه انتستين. البلادر دي في الانتيريور ولا في البوستيريور؟ البلادر في الانتيريور، ولو كان ده ست يبقى في يوترس وراه في الانتيريور برضه، لكن بعد كده الريكتم تحت جوه البلفيك كافيتي. اوكي. طب الريتروبرتينيال اللي هو المهم لنا دلوقتي عشان نفهمه، الريتروبرتينيال ان احنا شلنا كل الحاجات دي ووصلنا للبوستيريور برتينيال برايتر بريتون اللي هو ماشي مغطي الريتروبرتينيال ستراكشر دي. كل الحاجات اللي في الصوره دي بقى ريتروبرتينيال، كل الحاجات اللي في الصوره دي ملهاش كفرج بالبريتون اطلاقا، او ليها كفرج بالبريتون بارشلي انتيريور. الاورطه والانفيوجن كيف ليه كفر بالبريتون؟ مش مفهوش. لكن هنا
حته صغيره في الكومون ايلياكس ليها كفرنج بريتون، تمام؟ طيب البانكرياس ليه كفرنج بريتون انتيريور بس، معظم الكيدنيز ملهاش الا جزء كبير من الرايت كيدني واللور بارت اوف ذا ليفت كيدني، الديوتينم ليه كفرنج انتيريور بس، تمام؟ كل ده هو حاطط لك هنا بس الامبلايكس عشان ايه؟ حاطط ليه الامبلايكس ومزودها هناك في السماء؟ عشان يفهم حضرتك ان الديوتينال ماس والهيد اوف بانكرياس ماسز هتيجي في الامبلايكال ريجن. وعايز يفهمك ان السوبرا رينال هتيجي في الايه؟ في الليفت هايب كوندر ولا هايبوكوندريا. وعايز يوضح لحضرتك ان لو حاجه طلعت من الاوفري او من اليوترس تحت هتطلع فين؟ في السوبرا بيوبك ريجن. او لو كبرت قوي هتروح لرايت ايلك فوسا ولا ايلك فوسا. يبقى ده فهمنا للريتروبوكلينال ستراكشر، هيفهمنا الريتروبوكلينال نيوبلازم، وهيفهمنا الابدومينال ماس جايه منين. جنرالي احنا بنقسم الابدومين بطريقه من الطريقتين. الامريكان بيحبوا يقسموا الاربع ارباع دي، يعني رايت ابر رايت ليفت، ليفت ابر رايت لور ليفت لور. وكمان برضو الامريكان بيحبوا بيسموا الحته اللي حوالين الامبليكس امبريكال، وبيحسبوا الحته اللي بيجاستريك بيجاستريك وهايبيجاستريك. ده لو انت بتدرس امريكان. لو انت بتدرس انجلاند واوروبا، احنا مصريين بنتبع انجلاند، يعني مصريين في دراستهم كلهم طب انجليزيه، فاحنا بنقسم الابدومين ل 9 كوادرنتس. 9 كوادرنتس اسمهم لو بداتهم بطريقه سيستماتيك زي ما بس بعمل ديب بالبيشن للابدومين منهم، ديب بالبيشن مش سوبرفيشال، ديب بالبيشن مش سوبرفيشال. الديب بالبيشن بيبتدي من رايت ايليك فوسا، بيطلع للرايت لامبر، رايت سبكوستال احنا بنسميه رايت هايبوكوندريم، ابيجاستريم، ليفت هايبوكوندريم، ليفت لامبر، ليفت ايليك مش انجواني احنا بنسميها ليفت ايليك، تمام؟ نروح للهايبوجاستريك في النص، نطلع امبلاكس اللي هو التعبان اللي بيلف ده. دي السيستماتيك واي اوف ديب بالبيشن اوف ذا ابدوم، مش سوبرفيشال بالبيشن اوف ذا ابدوم. سوبرفيشال بالبيشن ده حاجه ثانيه خالص. ما ننساش ان الابدوم لها انتيريور ولها بوستيريور. فلو الراجل ده كشفنا على ظهره، على ظهره هنواجه بقى في الريتروبوكلينال ستراكشر ايه؟ الكيدنيز فيرست. يعني احنا في السؤال اللي فات كانت كيدنيز ورا ومتغطيه بالبنكرياس والديوتينيوم، لا هنا يعني هنلاقي الكيدنيز فيرست. وهنا اللي بيشرح لنا حاجه اسمها ايه؟ كوستو فيرتبرال انجل اللي هي لونها ازرق دي، تمام؟ او اسمها عندنا بنسميها رينال انجل. الرينال انجل او كوستو فيرتبرال انجل، خلي بالكم هي دي الانجل، لكن انت لما تحس مش هتحس في البوز بتاع الانجل، لان البوز بتاع الانجل فيه بارا فيرتبرال مصل ودي تخينه جدا وتمنعك ان انت تحس اي حاجه. امال انت هتحس فين؟ هتحس بين البارا فيرتبرال ماسلز، يعني اللاترال بوردر اوف بارا فيرتبرال ماسل، اللاترال بوردر اوف بارا فيرتبرال ماسل واللاست ريبس. هنا ده رينال انجل، ولو حطيت صبعك هنا بالظبط هتلاقي الكدني. فاي فولنس في الرينال انجل اول حاجه تفكر فيها ان في كدني انلارجمنت او سب رينال انلارجمنت، وبعد كده هنفرق بيهم حاجه اسمها بالوتمنت ولا لا. بالمره يعني ايه بالوتمنت؟ بالوتمنت دي فيزيكال ساين هشرحها لكم ببساطه. بالونه العيد اللي انتم بتلعبوا بيها في العيد الكبيره قوي، املاها ميه وحط جواها كره تنس وحطها على الترابيزه. هنحاول نفهم ان البالونه العيد دي الانتيريور ابدومينال، الابدومينال كافيتي، وان كره التنس اللي فيها دي الكيدني او الكيدني سويلنج. حط ايدك تحت بالونه العيد وحط ايدك فوق بالونه العيد، اكنك بتحط ايدك في الرينال انجل ورا العيان وبتحط ايدك انتيريور ابدومينال وفي العيان. اضرب بايدك او زق بايدك كرة التنس ابورد شويه، انت هتكون حاسس بيها تحت لان هي لازم رقده تحت بالجرافتي. اضربها لفوق، المفروض ان كرة التنس دي او الكيدني تطلع تلمس ايدك اللي فوق اللي هي عند الانتيريور من الرول، وبعدين تنزل تلمس ايدك اللي تحت تاني. لو حصل الساين دي اسمها بالوتمنت، ودي بسجنومونيك ان اللي في ايدك دي كيدني. واحد عنده ابدومينال ماس او ابدومينال ديزيز، لازم نفكر في السيمبتومز بتاعته ونبتدي نسال على كل السيمبتومز ريليتد لكل السيستم اللي في الابدومينال كافيتي. وده سيستمز كتيره، عندك ابر جي اي تي سيستم المعده والمريء وال12، عندك ميد اللي هو السمول انتستين والمين سيمبتومز بتاعتها كوليكي بين، عندك لوور جي اي تي اللي هو الكولون والريكتم ودي مين سيمبتومز بتاعتها ريليتد للايه؟ للباول هابتس، عندك هيباتوبيلياري هيباتوبيلياري والمين سيمبتوم بتاعتها رايت هايبوكوندريال بين وجوندس وساعات شيلز او بتاع ده سكراتشنج نتيجه جوندس او حاجه زي كده، عندك سبلين في الريتيكولار سيستم، وعندك بارا فيرتبرال لينف نودز في الريتيكولار سيستم، عندك الابدوم نفسها فيها اورطه، الاورطه ممكن يعمل انيوريزم وده ماس ممكن يبقى ماس. فشايفين بقى
من اول ابيتايت، ديسفيجيا، فود انتولرانس، ابدومينال بين، نوزيا اند فومتنج، كل ده اوبرجاتيف، باول هابتس، بس ابدومينال هيستوري. يعني ايه؟ يعني الراجل ده اتعمل عمليات قبل كده فيه ولا لا؟ لان لو اتعمل عمليه ممكن يكون عنده انسيجنال هيرنيا، ممكن عنده يكون عنده ادهيجنز، اكسسيف ادهيجنز فروم بريفيس اوبريشن مسببه له مثلا ادهيزيف سبستراكشر، وادهيزيف سبستراكشر از وان اوف ذا موست كومن كوز اوف سبستراكشر. الميديكيشن اللي بياخدها، بعض الميديكيشن بتسبب ابدومينال كرام، بعض الميديكيشن زي الانتي كواجلانت ممكن تسبب سب سيروزال هيماتوما، تسبب ابدومينال مول ماسل مثلا هيماتوما او حاجه، ونيوتريشن اسسمنت، كل الحاجات دي. ومش مش المرصوصين في السلايد بس، واكسترا واكسترا، لكن تفكيرك ان انت مش هتروح تكشف على عيان عنده ابدومينال ماس من غير ما تاخد السيمتومز كويس والهيستوري كويس. ما ننساش في السيمتومز، حتى لو العيان اللي قدامي ده عنده ابدومينال ماس، ان في حاجه اسمها بين، وان البين في الابدومين كتير كتير. البين في الابدومين ممكن يحس ببين في كل المناطق دي، وكل منطقه ليها سيجنيفيكانس، كل منطقه ليها سيجنيفيكانس. امبارح اللي انا درست لهم طلبه سنه ثالثه، انا قلت لهم التايبس اوف بين، وكل تايب ليه سيجنيفيكانس. يعني ان انت يكون عندك حرقان غير ان يكون عندك شكشكه، غير ان يكون عندك كوليكي، غير ان يكون عندك ستابينج بين، كل واحده فيهم ليها سيجنيفيكانس. وانا قلت للطلبه امبارح الموضوع ده، واحد فيكم يلمها ويجمعها ويقولها لكل الناس. لكن مكان بقى البين، مكان البين يفرق، مكان البين يفرق جدا. اللور بارت اوف يور باك ممكن ريكتال ليجن يسببه، تمام. اليوريتيريك كوليكس ده كاركترستيك بيبتدي في اللامبر ريجون وراديتنج داون وورد لغايه توصل تيستيكال اوكسجين جيتاليا. الابنديكولار بين بيبتدي حوالين الامبلايكس ثم شيفت للرايت ايديا فوسا. وليه؟ ليها تفسير لما تدرس ابنسايتس هتلاقيها بسرعه جدا. بانكرياتيك بين ده كلاسيكال ايبيجاستريك سيفير بين which is radiating to the back relieving by lay forward. ايه الكلام الكتير ده يا دكتور؟ ايوه هو كلام كتير، لانه لو تجمع الثلاثه دول ايبيجاستريك بين، فيري سيفير بين، رادييتنج تو ذا باك، ريليفد باي لاين فورورد، ذيس از بانكرياتيك. في حاجه تانية تعمل الكلام ده؟ لا. شفت الاجابه؟ لا. يعني كون ان حاجه بس نمونك لحاجه واحده يبقى هي يا اما حاجه جنب البنكرياس ضغط على البنكرياس يبقى بانكرياتيك برضه، ما فيش خلاص. كولسيستايتس الوجع بتاعها بيجي فين؟ يجي في يبتدي في الرايت ليفت هايبوكوندريا او سوري رايت هايبوكوندريا، يراديت لل بيلو ذا رايت سكابولا. طب ريفير، في فرق بين راديت وريفير، ريفير للتيب اوف ذا رايت شولدر. يبقى كل نقطه من دي تفرق معانا. اللي انا عايز اوصله لحضراتكم ان لما يجي عيان عنده ابدومينال ديزيز او ابدومينال ماس، اخد الهيستوري فول 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 و كل الديتيلز عن كل سيمتومز وخصوصا البين. طب كلمنا العيان وخدنا كل الهيستوري وخدنا كل الساينز، ولما خدنا الهيستوري والساينز دي ابتدى عقلي يقول الراجل ده عنده مشكله في الهيباتوبيليري، او الراجل ده عنده مشكله في البنكرياس لان الكلام اللي هو بيقوله ليه ريليتد ده، او الراجل ده عنده مشكله في الاستومك لانه نوزيا وفومتنج وهيماتيمس كده، تمام. هيماتيمس سوري. يبقى انتقل وانا عندي فكره للاكزامينيشن. الاكزامينيشن اول نقطه في الاكزامينيشن مش اللي موجود على الصوره، اول اكزامينيشن الابدومين ايه؟ جنرال اكزامينيشن. جنرال اكزامينيشن وده هيبان لك في محاضره، يعني في برزنتيشن هدولك دلوقتي. واحد من النواب بتوعنا بيدينا برزنتيشن عن حاله جت في الحادث امبارح، هتشوفوا بكلاسيكال بيعد ايه. يبقى اول حاجه جنرال اكزامينيشن، جنرال اكزامينيشن ثم سيستماتيك اكزامينيشن فور اول بودي اوف ذا بودي، اول سيستم اوف ذا بودي. عملنا اكزامينشن للتشست، اكزامينشن لور ليمب. مهم جدا نعرف الراجل ده عنده اديما لور ليمب ولا لا. هتقول لي يا دكتور ده عنده ابدومينال ماس، لا العيان كله لازم يتشاف. ثم انتقل للوكال اكزامينشن اللي هي موجوده هنا، لوكال اكزامينشن للابدومين. اول نقطه في اللوكال اكزامينشن ايه؟ كلنا سامعكم كلكم، اول نقطه مش انسبكشن. اول نقطه في اي لوكال اكزامينشن لاي حته في البودي، بوزيشن اند اكسبوجر. حضرتك عايز تكشف عن النك، يبقى لازم العيان ده يقعد قدامك وانت قاعد في مواجهته، والعيان يكون اكسبوزد فروم ذا نيبل لاين ابورد. عايز تكشف عن الانوانوس كوتال ريجون، يبقى العيان ده لازم يكون واقف قدامك وانت قاعد على كرسي قدامه، وهو اكسبوزد فروم ذا امبلايكس تو ذا ني ويذ ريسبكشن اوف كفرج اوكسجين جيتاليا از ماتش از يو كان. العيان ده عايز تكشف عليه ابدومين، احنا فيه بقى لازم العيان ده يكون لاين داون فلات سيمتريكال، مش حاطط رجل على رجل ولا كروسنج ليج ولا رافع رجل شويه ولا رافع السرير،
ويكون الاكسبوجر فروم ذا نيبل لاين تو ذا ميد ثاي ويز انسبكشن اوف كفرج اوكسنس جيتاليا، ثم بعد كده ابتدي اعمل انسبكشن اوسكالتيشن بيركشن اند بربيشن. اول حاجه في الانسبكشن اللي هي كونتور، الجنرال كونتور بتاع العيان، والجنرال كونتور بتاع العيان العيان بيبقى ديفيوزلي ديستندد. ديفيوزلي ديستندد لما يكون عنده كومبايند اوف تو ثينجز، لما يكون الفيرتيكال كونتور بتاع العيان ده ديستندد، ولما يكون البوث فلانكس بتاعته فول. لو الثلاثه دول الاثنين دول مربوط فلانكس دي واحده، واللوجيودنال ديستندد كونتور مع بعض، لو الثلاثه دول مع بعض او الاثنين دول مع بعض زي ما تعتبرهم جم معاك، يبقى الراجل ده عنده ايه او الست دي عندها ايه؟ ديفيوز ابدومينال ديستنشن. موست كومن كوز اوف ابدومينال ديستنشن انتو ذا سو قبل كده اف 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 فاتي اللي هي اوبيز، فليتس اللي هو اير او جازز، فلويدز اللي هو اسايتس، واوفيريان سيست. كمان زود عليها ممكن البريجنسي. اوكي ده فيسيولوجيكال، ده مش بس لوجيكال. الصوره اللي في النص بتبين لك ازاي تكشف على ال ديستنشن ده وتفهم ان هو فيه فلويدز ولا لا بالبركشن. في حاجه اسمها شيفتنج دالنس، وفي حاجه اسمها موديفايد شيفتنج دالنس. مش وقته ان انا اشرح لكم دلوقتي، بس بكره كلكم تروحوا تمسكوا في النائب اللي عندكم وتقول لكم، تقولوا له ورينا العيان ده بيتعمل له شيفتنج دالنس وموديفايد شيفتنج دالنس ازاي، لانها حاجه كروشيال في الامتحان هتسال عنها. بالانسبكشن هبص على ايه؟ على الكونتور، على السيمتري، على الامبلايكاس، على السكين بالسيشن موفمنت والهير ديستريبيوشن. دايما لما بدرس انا بقول ان الانسبكشن اوف ذا ابدومن سهل انت تحفظها، بتحفظ الارقام اللي انا دايما بحبها اللي هي طريق جرال 2 4 6، السته تنقسم الى 3 3، وعلشان دي نمره مستشفى فساعات تبقى مشغوله وساعات ما تبقاش مشغوله، فاخرها 0 او 1. هحاول اكتبها لكم على البورد بعد ما اخلص المحاضره، 2 4 6 3 3 0 او 1. الحته دي انا شرحتها 100 مره لكل الطلبه، واي طالب زميلك واكبر منك في السنه هيشرحها لك في ثانيه، وهيقول لك ان دي الايتمز بتاعت الانسبكشن وازاي تلمها من اولها لاخرها. 2 اللي هي الكونتور اللي هي فيرتيكال كونتور والبوست لانكس، 4 اللي هي الاربع حاجات في الميد لاين، سب كوستال انجل، ريكتس دايفكشن اوف ريكتاي، امبلايكس اند هير ديستريبيوشن، 6 اللي هم السته بتوع السكين اوفر لاينز ابدومين اللي هم بيجمنتيشن او ديسكلريشن، سكين تكتشر اوف ذا سكين، lesions of the skin, breaking down by ulcer or wound or scratch, healing of this breaking angle also by scar, and lastly the six things is the dilated subcutaneous veins. يبقى دي 2 و4 و6، الثلاثه هم الثلاثه movement of the abdomen بنبص عليهم بالانسبكشن اللي هم البلسيشن والبريستالتيك movement والاسبيراتوري movement. الثلاثه الاخرانيه اللي هو الثلاثه الخمسه، رقم 3 و5 اللي هو الثلاث اماكن لازم نشوفهم بالانسبكشن ومش بيتشافوا باليوجوال examination methods اللي هو inspection of the back, inspection of oxygen genitalia, and inspection of hernial orifices. لازم نبصوها عليهم بالترتيب in details. واخر واحده اللي هي 0 او 1، لانك بالانسبكشن sometimes it's zero because you can't see any localized bulge or mass, and sometimes by inspection you can notice a mass which you have to describe it precisely in all items including site, shape, size and everything. هنا الابدومينال اول واحده اللي هي كونتور، ودي الفرق بين فلات وسكافويد و راوندد اند بروترودن. احنا مش بنسميها راوند بروترود عندنا في مصر، لان احنا انجليز تايب فبنسميها اكستنشن. خلينا في السكافويد ده نورمال في الثين بيرسونز، ان الفلات ده نير نورمال في مايلد اوبيس بيرسونز اللي هو العادي اللي عندنا، انا ممكن اكون فلات، لكن ديستندد نيفر ان ديستندد هيكون ايه نورمال في اي مريض. ديستندد از بس نورمال. ننتقل للبالبيشن. البالبيشن هم خمسه ايتمز اوف بالبيشن. اول واحده اسمها سوبرفيشال بالبيشن، ثاني واحده اسمها ديب سيستماتيك بالبيشن اللي هم التسعه اريا اللي انا شرحتهم من ثلاث اربع سلايدز. بعد كده بالبيشن فور اورجانوميجالي انكلودنج سبلين وكيدني وليفر، بعد كده بالبيشن فور ابدومينال ماس، واخيرا ميسيلينياس اللي هي الميسيلينياس اللي هي الحاجات اللي يو هاف تو دو ات تو كومبليت بالبيشن، بات ات نيد سبيشال بروسيدجرز، هي زي ان انت تعمل بي ار، بي ار يعني بير ريكتال اكزامينشن، بي في يعني بير فاجينال اكزامينشن، دي واحده بي ار وبي ار بي في واحده، ان انت تو اكزامين ذا باك، اند لاستلي تو اكزامين ذا اكسترا جيتاليا وات ايفر
the patient is male or female. الديتيلز بتاعت كل نقطه من النقط دي ما اقدرش اشرحها في المحاضره، الديتيلز بتاعت كل نقطه من النقط دي لازم تتشرح كلينيكالي وبراكتيكالي بكره، لو حاجه فيهم مش فاهمها تروح لمدرس مساعد او حد من الاستاف اثناء الدرس وتقول له وريني النقطه دي بالظبط. تمام. Normally during palpation sometimes you can feel the rectus as a mass. وده مشكله. Sometimes you can feel, طبعا you can feel the lower cage of stress cavity. You can feel the iliac crest. Sometimes you can feel a loaded sigmoid colon by feces. This is not diseased person. بس واحد عنده constipation او ما دخلش حمام لمدة. Sometimes you can feel the full bladder. Sometimes you can feel the gravid uterus, which is pregnancy. Like not non-gravid uterus is not palpated at all. Non-gravid uterus is very small in size. It's about 5 to 10 centimeters in length. يعني دي حاجات ممكن تحسها normally. وفي نفس الوقت الصورة دي جميلة. ليه الصورة دي جميلة؟ لأنها بتوريك كل organ أنت تحاول تحسه او تشوفه فين. الليفر عند اللور بوردر اوف ذا كوستال مارجن، رايت رايت لوب في الميد كليفيكولار لاين، الليفت لوب نازل تحت زيف سترنم حوالي فور فينجرز. لاحظوا هنا ان السكرا برومونتري شايفين مكانه فين؟ تحت البرفكشن اوف ذا اورتا. السكرا برومونتري كان بي بالبيتد از ا هارد سمثينج فيكسد، وخصوصا في الثين بيرسونز. ننتقل للاوسكالتيشن. احنا يعني بسرعه بنجري في الانسبكشن بالبيشن. الاوسكالتيشن الباول ساوند لازم نسمعها، ولازم نسمع اي فاسكولار بروي. فاسكولار بروي يعني صوت هم كده في along the course of some identified vessels. بيركشن اوف ذا ابدومين، جنرالي الابدومين از تيمبانيك اول اوفر، لكن السوليد اورجان اللي هم الليفر والسبلين دول ضل. تمام. والسبيشال بقى بروسيدجر زي فلويد ويف اللي هي بتاعه التنس اسايتس، اللي هي بنحط ايد هنا وايد هنا ونعمل شيفتنج اوف ذا فلويدز تحسوا الناحيه الثانيه، والدالنس او شيفتنج دالنس والفايت شيفتنج دالنس تو بريدكت اني مايلد اور مودريت اسايتس. المحاضره اللي فاتت دي خلاص انا هقفلها، انا مش عايز منها حاجه. دي بس يعني فتح كلام علشان اقول لكم يعني ايه ابدومينال ايه سويلكس. تمام. نفتح بقى الابدوم. خلصت ابدوم الناس اهي. ممكن نقف هنا دقيقتين. اي سؤال؟ دقيقتين اي سؤال؟ اوكي. انا بتكلم بسرعه شويه طبعا لان الكميه اللي بتتعرض عليكم كتير والكميه عايزه وقت طويل. اوكي. كلكم شايفين السلايدز دلوقتي ولا لسه؟ ايوه يا دكتور شايفين. ابدومين الماس ديفرنشال. شكرا يا دكتور، شكرا. ابدومين الماس ديفرنشال ديجنوز. شايفين الست الجميله اللي فوق دي عندها ابدومن الماس، بس فيري هيوج ابدومن الماس. ولما طلعت بص منظرها ازاي، مع رغم ان هي كبيره وضخمه قد كده بس ويل كبسوليت. تخيلوا ان دي بناين، كل دي بناين، لكن ما تفرقش هو سمول ولا لارج ليجن هو كبير بتاع. بس انا بس عشان انجورجنج يو ابدومن الماس لازم اخد هيستوري اكزامينشن، لازم اخد هيستوري، لازم كلاسيكال هيستوري اللي هو في المحاضره اللي فاتت. بعد كده فيزيكال اكزاميشن. الفيزيكال اكزاميشن يبتدي جنرال اكزاميشن الاول، لو عندك كشكتك او سيتي دي بيل او سيتي دي سيانوتك او جوندس او وات تا تا، في ايديما لو لينج ولا لا، البلس كويس ولا لا، كل ده هيتشاف. الابدومينال ماس اللي عندها دي بسرعه عايز اعرف ديتيلز اباوت اونست. الابدومينال الناس دي كانت اكيوت، جت في يومين ثلاثه، دي انفلاماتوري بروسيس زي مثلا ابدوم، زي مثلا ابنديكولار ماس، واحد عنده ابنسايتس والاومنتم جه جمع عليها وعمل فليجمون كده، يعني انفلاماتوري ماس اسمها ابديكولار ماس، ولا دي كرونيك يعني الماس دي صارت بقى لها شهور وبتكبر وبتكبر وبتتقل زي مثلا سبلينوميجالي، ولا اكسيدنتال ديسكفر انا ولا حاسس بيها خالص ودايما بتبقى بينلس. الاكسيدنتال ديسكفر بينلس الاندترمنت
اونست بتبقى بينلس، وفجاه انا حسيت في بطني ماس، الماس اللي في بطني 20 في 20 سنتي، لا يمكن تكون من امبارح، لكن انا شفتها من امبارح. طيب النقطه اللي وراها اللوكيشن، لازم بريسايزلي اللوكيشن دي فين؟ هو بيشتكي من ماس في الابر ابدومن، في اللور ابدومن، في الرايت سايد، في الليفت سايد، الناين كوادرنتس اللي احنا عارفينهم ونحددهم انهي واحده. نقطة لازم اسال عليها اسوشيت سيمتومز، عنده بين، عنده فيفر، عنده ابدومين ديستنشن، جاستون سيمتومز، يوري سيمتومز، ده ريبيتيشن اوف المحاضره اللي فاتت بس بالتفاصيل. الجنرال اكزاميشن عملته، اللوكال اكزاميشن، الشيب اوف ذا ابدومين، اي سكارز بيفور ونوصفها بالظبط. لو كان ده سوبرفيشال ليجن ولا ده ديب ليجن، ازاي هفرق بين ده الليجن قدام ده سوبرفيشال يعني بارايتال يعني طالع من الانتيريور ابدومينال وول، ولا ديب جوه الابدومين، ديب الانتيريور ابدومين رول اللي هو السيكونس بتاع المسلز كلها، هفرق بينهم بتيست سامعك وانتوا تقولوا رايزنج اب تيست لو كانت في الابر ابدومين، وستريت ليج رايزنج تيست لو في اللور ابدومين. الاثنين دول التيستين دول ايه فائدتهم؟ بيخلوا الانتيريور ابدومينال وول مسل بتبقى تنس، ولو كانت الماس دي ديب لهم انتر ابدومينال بتقل او تصغر في الحجم او تختفي، لكن وانس انها ظهرت او كبرت عن حجمها دي بارايتال ليجن. بالمره الهيرنياز از بارايتال سويلنج، كل الهيرنياز اللي في الدنيا از بارايتال سويلنج. ليه هي بارايتال سويلنج؟ لان لما تعمل عليها ستريت ليج رايزنج تيست او رايزنج اب تيست بالابر ترانك، كل الهرنيات هتظهر اكتر، كلها هتظهر. يبقى هنطبق التيست ونقول ان هي بارايتر. لازم نعمل اوسكلتيشن فوق الماس دي، يوجوالي ما بيبقاش في ساوند يعني، لكن الباول ساوند لو فوقيها يبقى دي ريتروبوتنير، ولو وظاهر يبقى عامله اوستراكشن هايبر اكتف. كمان ممكن اسمع بروي لو الماس دي مثلا ابدومينال او ارتكانيز، ودي ماس من الماس. تمام. بالبيشن، هل الماس دي تندر ولا لا بسوبرفيشال بالبيشن، ثم هشوف فيكسيشن. جيتي هنا مكتوب يعني موبيليتي، موبيليتي اوف ذيس ماس، موبيليتي للماس هي موبايل فعلا ولا فيكسد. كمان تشوف ان كاركتر الماس من ناحيه الكونسيستنس بتاعتها، السايز بتاعها، الشيب، الويل ديفايند ولا ديفايند، وات ايفر اتس. يوجوالي باي بيكشن اون ذا ماس ات از دال، بس sometimes a resonance in front of it give you an idea that this mass is retroperitoneal, the small intestine in front of it. كمان لو كان ضل، هل ده ضل solid ولا ضل fluid؟ الفلويد هيبقى shifting dullness معاه او مش فات shifting dullness، هيفرق لي دي من دي. تمام. ما ننساش ان بعد ما نعمل examination للابدومين نعمل rectal examination و brain examination اللي اسمهم BR و PV، ودول مشهورين جدا لازم تعملهم. ليه؟ احساس الماس ثرو صبعك في البلفس ده هيديك امبريشن كبير جدا 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 ان الماس دي بلفيك ان اورجن ولا بروبر ابدومين اورجن ولا مش حاسسها خالص فوق. حد يقول لي ايه؟ طب يا دكتور حاله عنده ابدومينال ماس في الابيجاستريك، اعمل له بي ار وبي في ليه؟ ما هي في الابيجاستريك وانا شايفها. فاهمين ابو ليه؟ ردي على حضرتك، طبعا لازم تعمل بي ار وبي في. هديك المثال يعني هقول لك الحل العقلاني اللي انت هتفهمه والحل الاوردر. الحل العقلاني اللي انت هتفهمه ان ممكن الماس دي تكون جاستريك كارسينوما، والجاستريك كارسينوما دي في شويه سيلز منها بنتريت ثرو ذا سيروزا وعملت سيدلينج في البرتونيال كافيتي وقعدت تحت في الديب بارت اوف ذا ابدومينال كافيتي اللي هو فوق الايه؟ اليوترس، فوق الايه؟ الريكتم، اللي اسمه دوجلاس باوتش لو انتوا حافظينه وعارفين يعني دوجلاس باوتش في الازمه. وهناك بقى ابتدت تفلاش وتكبر وتعمل ماس اسمها كروكنبر، اللي في اللي على فكره في لو وقفت على الاوفريز اسمها كروكنبر تيوب، لو وقفت على الاوفريز الاوفريز تحت، ولو وقف دوجلاس باوتش اسمها ايه؟ بلامر شيلف. الاثنين دول هتحسهم حضرتك بالبي في والار، ولا يمكن تحسهم بحاجه ثانيه. فلازم نعمل بي في ار لكل حالات الابدوم اكزاميشن، مع احترام ان انت مش هتعمله لان حضرتك طالب، لان البي في والبي ار لازم تكون متخرج وفي الامتياز عشان يسمح لك انت تعمله، وبتتعمل باسلوب معين وهتتعلمه ليتر مش وقته خالص دلوقتي. لكن اثناء الامتحان وانت بتعمل كلينيكال تقول للدكتور يا دكتور المفروض ان انا بعد ما اخلص كذا وكذا 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 وعملت كذا المفروض دلوقتي اعمل لها بي ار او بي في عينه، لكن انا مش قادر علشان الاوضه والعنبر بتاع كده. شكرا يا ابني، احنا كده فاهمين انت بتقول. في كلمه جميله
مكتوبه في كتب الجراحه بتقول if you don't put your finger، يعني ما عملتش بي ار، put your feet. put your feet باللغه الانجليزيه معناها، معلش ما تزعلوش من اللفظ اللي هقوله، معناها غلوص او لخبط او عك، او هي دي يعني اكسبريشن معروف في اللغه الانجليزيه. لو حد عارف فيكم عاش في اوروبا وبيتكلم انجليزي، لو قلت لواحد put your foot يعني put your foot يعني عك في الموضوع، يعني يعني ما تبقاش دكتور ما تشتغلش. ابدومينال ماس هيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن، عايز ارد على اسئله. السؤال الاولاني الماس اللي عندي دي اللي هي ديفرنشال جروس ابدومينال ماس، ابدومينال وول ماس، بارايتال ماس، ولا انتر ابدومينال؟ ولو هي انتر ابدومينال، هي انترا بريتونيال يعني موبايل وبتتحرك جوه البريتون، ولا ريترو بريتونيال فيكسد في الاستراكشرز اللي ورا البريتون اللي شفناهم؟ عايز من الـ من الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن ارد على السؤال. الموضوع اللي معايا ده من ناحيه الباثولوجي انفكشس، ابتدى بوجع وسخونيه وانفلاماتوري بروسيس وبتاع، ولا ده نون انفكشس؟ ولو ان نون انفكشس ده سمثينج سيريس مالجننت، ولا نون مالجننت ده فانكشنال مثلا جول بلادر محسوس عشان فيها جول بلادر ستونز، ولا ولا ولا؟ نبتدي بماس كده واضحه. لو كلكم عايزين هسكت لمده دقيقه او دقيقتين، كل واحد فيكم يمسك ورقه وقلم ويكتب انسبكشن اوف ذيس ابدومين. انسبكشن الصوره اللي على الشمال مش الصوره اللي على اليمين، الصوره اللي على الشمال دي راس العيان على شمالك، رجل العيان على يمينك، وده الامبلايكس اهي. كلكم هتروح ماسكين ورقه وقلم تكتبوا ايه؟ باي انسبكشن. طبعا هتقول كل الايتمز بتاعت انسبكشن اللي هي اسمها 2 4 6 3 3 1 0، لكن في عند 1 0 هتقول I can see a huge bulge in the epigastric region extended slightly to the left hypochondrial part. It is rounded in shape, reddish in color, with dilated subcutaneous vein all over its surface. It is about 20 by 20 centimeter with ill-defined edges. هقول العيان هم، هلاقيها ها بتظهر لبره اكتر، يبقى دي برايتل، لازم اعمل التزن عشان اشوف. تمام، ده بالانسبكشن. اخر حاجه هقول للعيان خد نفس جامد وطلعه. The mass is not moving with respiration. من غير الصوره اللي على اليمين بكل الكلام اللي انا قلته ده، عرفت ان دي انفلاماتوري بروسيس عشان ريد وشايني سكين ودايليت سبكنس فين. عرفت ان الاريا دي برايتال مش انترا ابدومينال، لان لما عمل رايزنج اب تيست ظهرت وكبر كبير بوضوح. تمام، عرفت ان ممكن يعني يعني تكون انفلاماتوري بروسيس او نيو بلازم في الانتي ابدومينال وول بس اجريسيف. طيب عملت ايه بقى؟ عملت سي تي. السي تي بين ايه؟ بين ماس اللي انتم شايفينها اهي في الانتيريور ابدومينال وول، وفيها فلويد اللون الاسود في السي تي ده فلويد. تمام، وشخصناها قبل ما ندخلها العمليات انها اكيوت ابسس في انتيريور ابدومينال وول. سببه ايه ما نعرفش، تروما، بليتريشن، اي حاجه. تمام، وديناها علاج انتيبيوتيك وانتي بكتيريال، ودخلنا سيرجري، عملنا انسيجن اند درينج اندر جنرال انستيزيا عشان نطلع البص ده. اول حاجه هنعملها في البص ده اول ما نعمله ايه؟ هنعمل عليها حاجه اسمها كلتشر اند سنسيتيفيتي، ها اختبار كلتشر سنسيتيفيتي، ناخد منه سواب ونروح نزرعها في المي في المايكروبيولوج. ابدومينال ماس، عملنا الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن، وعرفنا ان هي انتر ابدومينال ولا ابدومينال وول. طب ابدومينال وول هي انفكشس ولا نون انفكشس ومالجنت ولا نمبر، زي الحاله اللي احنا شفناها من شويه دي. هسكت كل واحد فيكم يتكلم مع نفسه من غير ما يفتح الميكروفون ويقول زي ما دكتور جلال قال، ها باي انسبكشن اي كان سي. تمام، هنا الفرق بينها وبين اللي فاتت السايت للرايت هايبوكوندرا شويه. تمام، ما فيهاش ريدنس، بس رايزنج اب تيست ستيل بروميننت وظاهره. لما عملنا السي تي سكان الصوره دي يا جماعه، معلش يعني هنزل معاكم شويه في الشرح، وانا بحبكم يعني وعايز افيدكم. ده سي تي سكان اوف ذا تشيست ترانسفيرس. السي تي سكان اوف ذا تشيست بتبص عليه اكنك باصص من رجل العيان. اقولها تاني، اكنك انت كشخص كطالب واقف عند رجل العيان وبتبص للابدومينال ستراكشر بتاعته. فالماس دي على الرايت سايد ولا الليفت سايد؟
دي ظاهره ليفت سايد اكتر هنا. هتقول لي طب هي في الصوره رايت سايد، ماليش دي يمكن صوره ودي صوره ثانيه، لكن انا لازم اشرح لكم اللي فاهمينه. يبقى دي الماس دي انتيريور ابدومينال لون ماس ولا انتر ابدومينال ماس؟ لا انتيريور ابدومينال ماس بوضوح، شايفين المصل، شايفين اللايرز بتاعت المصل بالسهم بتاعي، شايفين الماس ماسكه فيها ازاي، دي ماس طالعه من انتيريور ابدومينال المصل. دي حاجه اسمها ديسمويد تيومر. انتوا لسه ما خلصتوش باثولوجي، ودي مشكله كبيره لازم تفهموا ان الديسمويد تيومرز ده عباره عن لوكالي مالينجنت تيومرز arising from the anterior abdominal wall muscles. علاجه ايه؟ تا 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 مش هقوله لك. ديسمويد تيومر ودي هنعديها. ايه البناين ابدومينال وول تيومرز؟ ايه البناين؟ ايه الحاجات البناين؟ لو بس عشان ما حدش يقول عديت حاجه. الانتيو ابدومينال وول يا اما ساركوما زي لايدو ساركوما ده المرفوض ساركوما، يا اما لوكالي مالجننت اللي هو ديسمويد، يا اما بناين. والبناين اللي هي لايبوما او هيمنجيوما او فاسكولار مالفورميشن في الانتيو ابدومينال وول. حاله ثانيه او حاله ثالثه بعد ما عملت هيستوري ريكوجنايزيشن عايز اشوف هي مالجننت ولا مالجننت، السايت، السايت بتاع الماس هل يفرق معايا ولا لا؟ بصوا كده الصوره دي، الشيء ده الايه ليفر، ده هيباتوميجالي ولا ده ليفر؟ شايفين كلمتين فارقين؟ انا طالبه وانت بتسالني بتقول لي ايه ده يا ابني، هروح انا اقول لك ليفر هديك درجه وحشه، هقول لك ده هيباتوميجالي هتديني درجه حلوه. ليه؟ لان نورمالي لما قلت كلمه هيباتوميجالي انا اوتوماتيك انت كاستاذ عرفت ان انا كطالب عارف ان الليفر ده مكانه النورمال ما يكونش نازل كده، ويكون بيخلص عند الكوستال مارجن بس، تمام؟ وان يكون ان هو نزل كده يبقى دي اسمها هيباتوميجن. مش بقى هقول ايه؟ لا ده ليفر. طب الليفر ده فيه ايه يا ابني؟ كبير شويه، كبير شويه اسمه في الطب هيباتوميجالي. لا ده كده احنا مش هنوصل للحل لان كميات المذاكره وكميات المعلومات كتيره، ماشي؟ فاحنا بنختصر. ايه السويلنج اللي يعمل كده؟ يرايز فروم ذا هيفت هايبوكوندريم، وليه راوندد انفيريور بول، وليه انتيريور نوت شيد بوردر ده سبليل اكيد، تمام؟ ايه الماس اللي يطلع كده؟ يبان في اللامبر ريجون، وايه الديفايند ايدجز؟ ولو عملنا له بالوتمنت ولو حطينا ايدنا في رينال انجل نلاقيها فول، ده كيدني او رينال ماس، سوري رينال رينال انلارجمنت او رينال سويلنج او كيدني انلارجمنت. ايه السويلنج ده؟ السويلنج ده ابيجاستريك كبير وفيكسد، ده بنكرياتيك او سودو بنكرياتيك سيست. مش هتعرفوها غير لما تدرسوا يعني ايه بنكرياتايتس، روح ذاكر بنكرياتايتس وشوف الكومبليكيشن في بنكرياتايتس، واحده منهم اسمها سودو بنكرياتيك سيست اقراها. ايه السويلنج اللي رايزنج فروم ذا بلفس ويطلع لفوق اوفيريان؟ ده سهله جدا دي من الرايت سايد اوفيريان. هتقولي طب الابندكس تعمل كده، الابندكس نوت ارايزنج فروم ذا بلفس دكتور، الابندكس بروبر ابد. ايه الماس اللي تبقى جلوبولر وعند التيبس اوف ذا ماينز رايت كوستال تيبس كوستال كارتج؟ ده جول بلادر. ايه اللي بيبقى ديفيوز وطالع لفوق كده في السوبر بيوكريجن؟ حاجه من الاثنين، ده يا فول بلادر يا بلادر ماس يا جرافيتوس. اخر واحده، واحده في الرايت ايه فوسا ماس ومش معروف لها ملة، ما فيش نتكلم عليها ونبتدي ايه ندور على ايه هي جايه فيها. الفرق بين الصور بين حاجه اسمها ديفيوز ابدومينال ديستنشن ولوكالايزد ابدومينال ديستنشن، دي ديفيوز ابدومينال ديستنشن ولوكالايزد ابدومينال ديستنشن، ودي الاثنين تخيلوا دي الاثنين، دي الاثنين، دي ديفيوز ابدومينال ديستنشن ويز مور بروميننت اون ها ايبيجاستريم اند امبليكال اند رايت هايبوكوندريميشن. وماله ممكن اقول كده، ممكن اقول كده، دكتور الشاطر جود ديسكرايبر، الدكتور الشاطر يستخدم الالفاظ في انه يقول له كل اللي عنده. الراجل الطيب ده او الست دي عندها لوكالايزد ماس موجوده في الامبليك ريجون مع ان ما فيش امبريكس بس اسمها لسه امبليك ريجون، والرايت لامبر ريجون كمان في سكار اوفرلايد باي سكار، ولو قلت لك وحي هتلاقيها بتبوظ، يبقى حاجه فاناتوميكال سايتو في هيرني بيحصل لها امبلس كف وفيها سكار اسمها انسيجنال هيرني. الانفستيجيشنز اللي هعملها علشان اعرف الابدومينال ماس دي طالعه منين كتير، من اول بلين اكس راي، جاست بلين اكس راي ابدومين ستاندنج، هلاقي حاجه اسمها سوفت تيشو شادو مش قادر افزع في حاجه، دي نقطه مالي الابدومين كلها نقطه تانية. لكن اهم من ده هشوف الجازيس ديستنشن والجازيس فلويد ديستريبيوشن والجازيس
ديستريبيوشن اوف سمول انتستين ولارج انتستين، ممكن الماس دي تكون مثلا مسببه انتستين اوبستراكشن مثلا. ده ام ار اي اوف ذا ابدومين وباين فيه هيوج ماس، موست اوف ات از سيستيك، بارت اوف ات از سوليد في الرايت سايد اكتر. هنا ده ام ار اي برضو، هتقول لي انت بتعرف الام ار اي بالسي تي سكان يا دكتور، دي قصه لوحدها. تمام، الاثنين ماسز دول هيوج كبار جدا، لاحظوا ان هم كومبريسنج اند شيفتنج اول ذا سمول انتستين ابورد، يبقى دي ارايزنج فروم، فكر كده، بوشينج ذيس ابورد، يبقى دي ارايزنج فروم ايه؟ فروم بلفس، يبقى دي حاجه اوفري. تمام، الراجل الطيب التاني ده بوشينج ذا سمول انتستين، ها مش ابورد، انتيرلي لازم في الانتيرو ضمن الول، هنا وهنا دي ريتروبوتنيه. طيب ننتقل الى ابدومينال ماسز باي ريجونز، حلوه الكلمه دي، يعني ايه؟ لو انت جاست السايت عرفت الابدومينال ماس دي في السايت ده، هتقول دي كذا يا كذا يا كذا يا كذا. طيب لو العيان اللي عندك فيه ايبيجاستك اريا ماس، هفكر في جاستك تيومر، هيباتوميجالي، ليفر تيومر، ترانسفيرس كورن تيومر، ابدومينال اورتيك انيوريزم، وبانكرياتيك تيومرز، هنبص عليهم بسرعه. ده راجل كلينيكالي عنده ايبيجاستك ماس، عملنا معاه كمان، ما ننساش ان الراجل ده سالناه عن هيستوري، قال لنا عندي فوميتنج وعندي نوزيا وعندي لوس اوف ويت وعندي هيماتيميسيس. راح الراجل عمل له ابر جي تي اندوسكوبي، لقى ماس، الماس دي عمل لها سيت سكان، لقى ماس في الابدوم، عملوا عمليه وشالوا الاستومك، لقى الماس دي الجروس بيكتشر بتاعتها، ده كانسر استومك. عيان تاني كل السيمتومز بتاعته والهيستوري بتاعته بتقول ان هو بانكرياتيك، ايبيجاستريك بين، راديتنج تو ذا باك اند ريليفنج باي لين فورورد، عملنا له سي تي سكان، لقينا في الهيد اوف ذا بانكرياس في ماس، ادي بقيه البانكرياس، شايفين الصبع هيمشي ليه؟ ادي بقيه البانكرياس وده الهيد اوف ذا بانكرياس. عيان تاني، مش هو هو العيان، عيان تاني عنده في التيل اوف ذا بانكرياس ماس كبيره هيتروجينوس. تمام، ده سودوسيست، ده سودوسيست، السودوسيست ده لو تسمحوا اقروا بس بانكرياتايتس سودو، هتعرفوا سودوسيست بسرعه. البنكرياس من الناس اللي او يعني الاورجنز الجميله قوي لما بيحصل لها انفلاميشن، يحصل لها بانكرياتايتس، تفرز شويه دايجستيف انزيمز، تاكل في بعضها وتاكل في البروتونيه الفات وتعمل لايسز ليه، بحيث ان هي تعمل سيست كده جميل، شايفين السيست ده جميل، عارفين جميل، كلمه جميل ليه؟ لانه مليان فلويدز والفلويدز كلير وفي سيك وول وجاست انتيريور تو ذا اورتا والبنكرياس، بقيه البنكرياس اهو. تمام، ده سودو بنكرياتيك سيست، هو سودو بنكرياتيك لانه مش ترو بنكرياس، واثناء العمليه هلاقي السودو بنكرياتيك سيست ورا الاستومك، لازم اريتراكت الاستومك ليتل بيت عشان اشوف السودو بنكرياتيك سيست اللي لونه بلوش وكلير، والعمليه بتاعته سهله، ان انا مش هو مليان سيست مليان فلويدز وكلير، جاست اوصله بالاستومك او بالانتستين والعمليه انتهت. الابدومينال اورتيك انيوريزم في البيجاستن، دايما في البيجاستن، في البيجاستن، ايه ده يا دكتور؟ هو الاورطة في البيجاستن مش الاورطة ده في النص عند الامبلاكس؟ لا يا دكتور، ده الاورطة تحت الامبلاكس على طول بيحصل بايفركيشن. يبقى الابدومينال اورطة بيبتدي منين؟ بيبتدي من فوق من الدوم بتاعت الدفلاج اللي هي الفيفث انتركوستال سبيس، وينتهي تحت الامبلاكس على طول. طب في الحته دي بقى لو حصل له دايلاتيشن ضمن الاورتيك انيوريزم، بيتحس بجاستريك بلسيشن واضح جدا جدا جدا، بالسي تي بيبان ان الاورطه متمدد، ومع ان اليومن اللي ماشي فيه الضايق صغيره لكن معظمه ثرومبس، واثناء العمليه منظره بيبقى كده، كل انتستين شيفتد تو ذا سايد، وابتدينا اكسبوز البوستيريور ابدومينال او ريتروبوتينيال سبيس. طيب لو الابدومينال ماس دي في الرايت هايبوكوندريم، نركز مع بعض في الرايت هايبوكوندريم، كل واحد يفكر هتطلع منين؟ دي ممكن تطلع من الليفر از هيباتوميجالي، اسباب ليفر ميجالي كتيره معظمها انترنال ميديسن، او ليفر تيومرز، ممكن يكون انلاج جول بلادر due to infection, chronic infection, calcular obstruction او اي حاجه، ممكن يكون gastrointestinal malignancy mainly فين؟ اصل الرايت هايبوكوندريم ده كتير، ممكن يكون كولونيك اللي هو هيباتيك فليكشر كولون، او يكون الديودينم، او يكون البيولوجيك بارت اوف ذا ستومك. اخر حاجه بارت اوف سمول انتستين ممكن يطلع في الرايت هايبوكوندريم ويسبب ليجن. طب الليفر اشهر 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 سبب لليفر تيومرز از ليفر ميتاستاسيس، ليفر سكندز، واضحه جدا الصوره، السيت سكان ليفر مرشق بهايبو
ايكويك مالتيبل فاريبل ريجنز، ده الصوره بوست مورتم، وده اثناء العمليه السكند ستراك ليفر بتبقى شكلها كده. هيباتوسيل كارسينوما دي بتبقى ليجن واضح اخد مساحه من الليفر، ممكن يكون سمول وبيبقى يلوش بالكي، وطبعا البريدز بوزنج فاكتور اللي بيتسوى كاسنوما اهم واحده كرونيك هيباتيتس سي انفكشن. هيداتيت سيست لا كنتوا اظن في الباراسيتولوجي، هيداتيت سيست مش كومن دلوقتي، ولكن بنشوف حالات هيداتيت سيست كل سنه حاله او كل سنتين حاله، بيكونوا دايما جايين من حته انديمكس زي ليبيان او عراقيان او حتت كده، وبيبقى سيست كبير في سكولسز، مليان سكولسز، يعني كل السمول سيست دول جوه البيك سيلز المذر سيلز، بيبقى شكله كده في السيت سكان. طيب لو رحنا لليفت هايبوكوندريا، ليفت هايبوكوندريا لو في ماس في ليفت هايبوكوندريا، اول حاجه سبليم ميل، ونشوف هو رايزنج فروم ذا ليفت هايبوكوندريا دايركشن اوف جروث، الباند اوف ريزمنت مستمر مع ريزمنت، الباند اوف دالنس مستمر مع الدالنس بتاعت السبليم دالنس اللي هو نورمالي ابورد في الميد اكزيلري لاين في ال 9th وال 10th وال 11th انتركوستال سبيس، ولا في باند اوف ريزمنت قدامه ولا ما فيش. لو في باند اوف ريزمنت ده ما يمشيش مع النو سبليم ميجري، سبلينيك فليكتشر كولونيك ماس يجي هنا يجي هنا مفيش مشكله، يبقى كل الحاجات دي. جاستريك تيومر لان البودي والفندس بيشيفت للليفت هايبوكوندريم صح تمام، كل ده ممكن يجو. بانكرياتيك تيل اوف ذا بانكرياس تيومر يجي في الليفت هايبوكوندريم، يس يجي في الليفت هايبوكوندريم، بس البانكرياتيك تيل بيبقى ريتروتينيال وديب، فعشان يظهر معاك كماس عايز وقت طويل قوي. الراوندز امبلايكس الامريكان ريجون لو لقيت ماس حواليها، اول حاجه تقول ان دي لو هي برايتر وفيها امباسون كاف دي امبلاك الهرني، خلص خلاص الموضوع ده، ولا هي برايتر ولا هي فيها امباسون كاف يبقى تي انتر ابدومنال، يبقى اول حاجه فكر فيها سمول انتستين، لان سمول انتستين هو ده موقعها الاساسي. جاستريك تيومر ونزل لتحت، ترانسفيرس كولون تيومر ونزل تحت، بانكرياتيك تيومر او ابدومنال انيوريزم نازل شويه لغايه الامبلاك الهرني، قلنا الاورطه بيخلص وينقسم تحت الامبلاك. دي سمول باول تيومرز اتس نوت كومن، موست اوف ذا سمول باول تيومرز از ليمفوما او ادنو ادينوما او ادنو كارسينوما، لكن مش كومن. ابدومينال ماس باي ريجون رايت وليفت لمبر، رايت وليفت لمبر اللي هم رايت وليفت لاترال بيسموهم رايت وليفت لمبر، دول يا اما كلونيك تيومر يا اما رينال تيومر يا اما سوبرا رينال تيومر. ده رينال سيل كارسينوما برضه مش عارف انتوا خدتوا باثولوجي ولا لا، او عرفتوا الشكل بتاع رينال سيل كارسينوما وازاي بيبقى بتكسر الكيدني شيب بتاعت التيومرز بتاع الكيدني بالمنظر ده، ودي صوره سيت سكان ازاي دي الليفت كيدني واضحه، دي الرايت كيدني ريبليسد باي تيومر، التيومر ده جزء منه فلويد وجزء منه سوليد وهيتروجينس. لو الهايبوجاستريك او سوبر بيوبيك، هنا بقى حتت دي رغم ان هي منطقه صغننه لكن حاجات كتيره. ان ميل ممكن تكون دي يورين ريتنشن ديستند جول بلاتر تمام، او سوفت تيشو ماس طالعه من ريتروبيتنيال سبيس اوف ذا بيلفس. في الفيميل نزود، ممكن تكون طالعه من الاوفري، ممكن تكون طالعه من اليوترس، ممكن تكون طالعه من جرافيد يوترس ان بريجنسي. ابدومنا نسبة ريجون لو رايت إليا فوس، رايت إليا فوس على طول عقلك يروح فين؟ الابندكس والسيكم، يبقى دي ابندكلر ماس او سيكل تيومر، او رايت اوفرنال تيومر ممكن يكبر في رايت هايبوكوندرام في رايت إليا فوس، او كرونز ديزيز. كرونز ديزيز مش عارف عندكم فكره عنه ولا لا، ده كرونيك نان كازيتنج انفلاماتوري بروسيس في الايديو سيكل جانكشن، عاده بيتعالج بالبطنه ومش بيتعالج بالجراحين. سوس ابسس ممكن يظهر في الرايت إلياك فوسا، دي شكل الابندكس، ولما يحصل انفلاميشن يحصل اجريجيشن في الفريمبروسيس حواليها والسمول انتستين تحاول تتراب ايت ويجي الاومنتم عليها يعمل لخبطه مع بعض كده يعملوا ماس، اسمها ابنديكولار ماس، عباره عن الديرتي هيتروجينس ماس اللي حتى ملهاش ايل ديفايند، شايفين ايل ديفايند عكس التيومر، التيومر ساعات ويل ديفايند شويه قبل ما انفكتت حوالين، لكن الفلامات البروسيس بتبقى شكلها كده اثناء العمليه دي لابروسكوبيك ابنسكتومي، بنلاقي باص طبعا وبنفكه الادهيجنز ونسبيريت الباص. كلونيك كانسر، كلونيك كانسر ده موضوع كبير، هل كلونيك كانسر ده سيكل
ولا اسندنج وديسندنج ولا ترانسفيرس ولا سيجمويد ولا ريكتال، وكل واحد منهم ليه سيمتومز مختلفه عن الثانيه، الباثولوجي بتاع كل واحد مختلف عن الثاني، وحتى الانفستيجيشن بتاع كل واحده مختلفه عن الثاني، ولكن كلهم بيجتمعوا ان انت تعمل لهم كل نسكو، كلهم بتعمل لهم كل نسكوب وبايوبسي. السيكل ماس ممكن تبان في السيت سكان بالمنظر ده. ليه انا قلت ده سيكم؟ علشان هنا الايلياك بون واضحه، وانس ان الايلياك بون واضحه يبقى السيت سكان ده في اللور ابدومن يبقى ده سيكم. فهمت ازاي تاخد معلومه من معلومه من معلومه عشان تركب تستنتج في الاخر نقطه تساعدك في التشخيص؟ كرونز ديزيز اللي انا عارف ان انتم مش عارفين عنده حاجه، بس هو مشهور بحاجه اسمها كابل ستونز ابيرنس في الاندوسكوب في التيرمينال اليوم. كابل ستونز اللي هي الحجاره اللي موجوده في الشوارع في المنشيه القديمه، لو انتم بتروحوا حته اسمها الاباري والحته دي، الشوارع هناك في كابل ستونز موجوده لغايه حتى الان، شكلناها حجاره الكوبالت جنب بعضها، بتبان في السيت سكان از سترينج لايك ساين، وبيصيب الاليو سيكال جانكشن ميلي. لو اللفت اليا فوسا ماس، اللفت اليا فوسا ماس، فكر كده ايه الحاجه الاناتوميكال اللي واقع هنا؟ السيجمويد. والسيجمويد اشهر مرض بيجي للسيجمويد حاجه اسمها دايفرتيكولوزس، اشهر من الكانسر يا دكتور؟ يعني يساويه، ولو انت في اوروبا يبقى اكتر منه، يعني في اوروبا الدايفيكتوس اكتر من الكانسر بكتير، اللي احنا هنا عندنا في مصر الدايفيكتوس قليل شويه، الاثنين قد بعض. يعني ده كرونيك كارسينوما او كرونيك تيومرز او دايفيكولار ديزيز او ده كرونيك كونستيبيشن، واللي انت حاسه في الليفت اريا فوسا ده لودد كولون، لودد كولون يعني شويه فيسز جوه كولون، وده لو حسيتها مره في حياتك هتعرفها على طول. اندندد يعني ايه اندندد؟ يعني يو كان بنتريت ذا او يو كان بريس اون ذا سويلنج زي الفيسز كده وتعمل زي برينت سايتس. طبعا ليفت اوفيريان تيومرز كان ان هو يكبر ويكلوباي الليفت ايديفوس. ده منظر بتاع دايفيكلوزس جنرالي كده عشان تفهموه. اوت وورد باوتش، سمول باوتش اوف ساكيولز صغيره ماشي، نتيجه كرونيك كونستيبيشن، والساكيولز دي ممكن لو التهبت تعمل دايفيرتيكولايتس، يبقى ده اسمه دايفيرتيكولوزز وده اسمه دايفيرتيكولايتس، ومنظره في السيتي سكان بيبقى منظره كده. ولو عملت ريسكشن اسموز لبارت اوف ذا لارج انتستنا او سيجمويد هتلاقي الساكيولز دي موجوده على الجناب بتاعتها. ريتروبوتينيال تيومرز مينلي هو ريتروبوتينيال ساركوما او سمثينج ارايزد فروم اورجان اوف ريتروبوتينيال سبيس اتسيلف زي الادرينال والكيدني والبنكرياس والديوتينيا والحاجات دي. ده احنا بنتكلم هنا على ريتروبوتينيال تيومر از ا ماس ان ذا ابدومن بس، لكن لسه في محاضره ثانيه على ريتروبوتينيال نيوبلازم لوحدها. هنا هيوج ماس، شايفين ده واضحه؟ الهيوج ماس دي شيفتد الاورطه بجلاله قدره. تمام؟ هنا هيوج ماس شيفت اول ذا سمول انتستن اند ذا اورطه. ده سيت سكان، ده سيت سكان ترانسفيرس سكشن، وده سيت سكان مع انجيوجرام، مع انجيوجرام كورونال سكشن. اثناء العمليه ممكن الليجن ده يبقى ويل كابسوليتد، ممكن يكون ايل ديفايند والفيلدنج سراوندنج، ويبقى حاله سهله او صعبه. ادرينال كارسينوما بتبقى يوجوالي ايزي، بس مكانها هو كاركترستيك، مكانها هو كاركترستيك. دي ليفت سوبرانينال واضحه قوي، محشوره بين السبلين والاستومك والليفت لوب بتاع الليفر، ودي برضه ليفت مشهوره من الاستومك والليفت لوب وزقاهم لقدام. كل اللي فات ده انتر ابدومينال، لكن ما ننساش ان الابدومينال وول تيومرز جزء من الديفرنشال دينوزز اوف ابدومينال ماس. والهرنيا بس يعني مش هخش في الهرنيا في التفاصيل، لكن منظر هنا العام تشوفوه ان دي امبليكال هرنيا او دي امبليكال هرنيا ودي بار امبليكال هرنيا، والفرق بينهم لازم تعرفوه ان الهرنيا عباره عن ساك، والهرنيا از ات بارايتال سويلنج او انترا ابدومينال سويلنج. احنا بنتكلم يا ولاد عن الساك دي، الساك دي. واحد بيقول لك ايه الهرنيا از انترا ابدومينال سويلنج، اساله ليه؟ يقول لي عشان هي طالعه من جوه، طالعه من جوه في عينك. انا بتكلم على الساك، انا بتكلم على الساك. الهرنيا هي الساك وليست الكونتين، كونتين ساعات تخش وساعات تطلع، الهرنيا هي هرنيا زي ما هي. تمام؟ يبقى الهرنيا بارايتال كلها، لانك لما تعمل رايزنج اب تيست الهرنيا بتظهر وتكبر اكتر. دي ريكارنت هيرنيا افتر ريبير اوف ايبريسك هيرنيا والترانسفيرس انسيجن واضح فيها.
انسيجنال هيرنيا، اي هيرنيا كفرد باي سكار او يعني اوفر لايد باي سكار كونسيدر از انسيجنال هيرنيا. شايفين السي تي سكان بتاع انسيجنال هيرنيا، شايفين الانتيرو ابدومنال وول في ديفكت قد ايه من هنا لهنا، شايفين الكونتنت بتاعت انت ابدومنال طلعت بره الانتيرو ابدومنال وول واكيوباينج او قاعده في السبكيوتينيس، هي مش عارف السبكيوتينيس، قاعده جوه الساكل اللي في السبكيوتينيس. تمام. طبعا لامبر هيرنيا دي نوع من انواع الباراليتيك هيرنيا، بتيجي في اللامبر ريجن وساعات تيجي انسيجنال بعد الانسيجن بتاع الكيدني اوبريشن. لغايه دلوقتي احنا كده خلصنا كام برزنتيشن؟ اتنين. نرجع هنا وناخد وقت للاسئله حتى هذه اللحظه، لسه في برزنتيشن تاني. اي اسئله حتى هذه اللحظه؟ شايفين النيو برزنتيشن لونه يلو؟ لا يا دكتور مش طالع. اتس اوكي. البرزنتيشن الثالث ده يعني سببه او الغرض ان انا اعرضه عليكم ان انا اوريكم ازاي نايب او ريزيدنت او هاوس اوفيسر في المستشفى بيعرض علينا حاله شافها امبارح في الطوارئ وبياخد راينا او بيقول لنا عنها فيدباك. دي طريقه ان انت تعرض الحاله. ميل 43 years old presented to emergency room complaining of. بص شفت انت يعني ثواني واحد يقول لك ايه ده يا دكتور، ايه يا دكتور، فين الريزيدنسي وفين المتجوز ولا مش متجوز؟ لا انا عايز افهمكم او اوضح لكم من البرزنتيشن ده ان الهيستوري حلو ولازم تمشي فيه كلاسيكال عشان تتعلمه. بعد ما تحفظه كلاسيكال هتستخدمه بطريقه ذكيه ان انت تاخد النقط الهامه فيه. فهمت قصدي؟ بس هو ده الحاجه الوحيده اللي عايز اوضحها. الكومبلين بتاع العيان كان ليفت لور كوادرنت بين سينس 2 دايز ولو باك بين لور باك بين سينس 2 دايز. ده حاجه 2 دايز يعني حاجه اكيوت مش بعيده. نو كرونيك ميديكال ايلنس يعني انا كدكتور سالته كويس جدا، عندك ضغط سكر اي حاجه؟ بين ستارتد جرادولي ضل ايكنج مايلد راديتنج تو ذا باك. نو بوزيشنال اجريفيتد اند ريليفد باي نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، حاجه انالجيزيك نون سبيسيفيك. ذا بيشنت هاد ا بريفيوس سيميلر اتاك 6 مانس اجو بات هي didn't seek metagliflozin. يبقى دي مش اول مره يحصل له الموقف ده ومش اول مره يحصل له الوجع ده والماس ده، لكن هو يعني كانت مايلد وسابها. سيستميك ريفيو يعني لازم اساله بسرعه لان هو دلوقتي نرجع تاني ماس فين؟ في الليفت لور كوادرنت. يبقى يوناي سيستم موجود هنا، ولو كان ده ست هسالها على المنستريشن والجرافيتا بتاع، وكمان اسال على اي ليفت ها يعني سيجمويد على الباول هابتس على كل ده. يبقى اسال على الديسيوريا والنوزيا والفومتنج وتشينج باول هابتس وما لقيناش، وهل جالك حراره ولا لا، ولا اتخبطت في الحته دي ولا لا، الراجل قال لا. دي طريقه ان انا اعرض. باست ميديكال هيستوري ان ريماركبل يعني انا سالته على كل الكورونيك ديزيز قال لي نيجاتيف. باست سيرجيكال هيستوري عمل ابندكتومي 14 years ago. ابندكتومي في الناحيه اليمين في البطن، الجرح في اليمين بس الماس دي في الشمال، بس ناخدها في الاعتبار. سوشيال هيستوري ماريد وهاد فور كيدز يعني الراجل ده يعني فيرتايل. تمام. وبرده اكشن اكسنج تاليا اتاكد ان التو تيستيكلز موجود في السكروتم، لان ممكن ليفت الياك فوسا ماس دي تكون اندسندد تيستيكل وتحولت لكانسر دلوقتي، احتمال. هابتس سموكر تو باكس بير دي، ما تفرقش قد ايه الكميه اللي هو بيدخنها. هو دلوقتي كل العالم مقتنعين في حاجه اسمها سموكر اند سموكر، بتدخن سيجاره زي 20 ما تفرقش. الرجي نون. النايب محترم فقال لك ايه؟ عملت جون اكزاميشن الاول لقيت العيان كونشس اليرت اورينتد نوت ان بين نو جوندس نو فالور نو سينوسس. الفيتال ساينس الهارت ريت والريسبيرتوري ريت والبلاد بريشر والتمبريتشر ويز النورمال كلهم، لكن ثانيه واحده مفيش نايب محترم يقول ويز النورمال، لازم يكتب الرقم. كتابته الرقم معناه انه اراها او سمعها او عدها. شيست كلير ايكوال اير انتري بايلاتري اي 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 يعني ايكوال اير انتري بايلاتري، ده اختصارات. الهارت الساوند 1 وساوند 2 نورمال ونو ميمبرز. رحت بقى للابدومن انا كدكتور علشان اشوف بس اللور ليمب نو ابنورمالتيز، لازم اللور ليمب دي كانت تطلع فوق الاول. ليه اللور ليمب نو ابنورمالتيز وليه اللور ليمب مهم؟ ده عنده ليفت بيليك فوسه ماس، يعني ممكن الناس دي تكون ضغطه على اللور ليمب
مسببه ليفت لو ليمب ايديما او ديفيز ثرومبوز او يبقى لازم اشوفها. رحت للابدومين لقيتها نوت استندد، في سكار اوف ميديكتومي، لاكس نو تندرنس، نو اورجانوميجالي، كشفت على الليفر، كشفت على السبلين، كشفت على الكدني، نو بالبر ماس، نورمال اوديبل باول ساوند. ستيل الراجل يعني عايز اوصل لكم حاجه، الراجل ما عندوش حاجه، ومع ذلك جاي الطوارئ وبيصوت وعنده وجع. عملنا سي بي سي، هيموجلوبين 16، واي بي سي 4، نورمال بلاتس نورمال، كيمستري نورمال. ابدومينال الترا ساوند دي اول انفستيجيشن تدور في دماغك لعيان زي ده، يبقى في سؤال هيجي لكم في الام سي كيو كتير. الاول انفستيجيشن لعيان او عيان عندها ابدومينال ماس او ابدومينال بين، الترا ساوند هو اول حاجه. شوز هيوج ايكوجينيك ويل ديفاين هوموجينلي سوليد ماس حوالي 12 في 9 سنتي ات ريترو فيزيكال باوتش، ريترو فيزيكال ورا اليور بلادر، ده اول حاجه افكر فيها كولونيك ماس، ده الراجل بتاع الالترا ساوند. ادى العيان انالجيسك وهداه وكل حاجه، بس لسه عايز يعرف الماس اللي اكتشفها بالالترا ساوند دي ايه. الماس دي مش محسوسه ومش محسوسه بالعيان ومش عامله اي سيمبتومز. دي النقطه اللي عايز اوصلها لكم، ان الريترو بريتونيال ليجنز بتبقى صامته. عملنا سي تي ابدومين بلفس، طلع ايه؟ طلع ويل ديفايند سوفت تيشو ماس ان ذا بلفيك كافيتي اباوت 11 باي 9 سنتيمتر بيهايند ذا بلادر مور تو ذا ليفت سايد ات ذا ليفل اوف ليكت سيجمويد ويز بيديكل توردز ذا سيكرم. بيديكل توردز سيكرم يعني معظم حجمها رايح للسيكرم. لو هي دي من السيجمويد ما تروحش للسيكرم، لان السيكرم ده معناه نوتر بتنين. ذا ماس ديسبلاي هي حلمه حلوه بقى، ذا ماس ديسبلايز ذا يور بلادر انتيريورلي اند كومبريسنج ذا اريا اوف ليكت سيجمويد. يبقى ليكت سيجمويد هو شايفه كويس لكن كومبريست. No bony erosion, no free fluids. Other abnormal organs, abdominal organs are normal. ممكن نقف هنا وكل واحد فيكو يفكر. الراجل ده بريزنتد في الطوارئ، بس احنا ادينا له انالجيسيا وما بقاش طوارئ، بقى ايه؟ بقى كولد كيس. الراجل ده ما عندوش سيمتومز لاي سيستم سبيسيفيكالي بايظ او في ابنورمالتي. الراجل ده كل اللي فيه ان اكسيدنت ديسكفرد بالترا ساوند ان في ماس، الماس دي في البلفس وكمبريسنج اليور بلادر وكمبريسنج الجاسترو الريكت سيجمويد جانكشن ورايحه للسكرم. في اللحظه دي هنعمل ايه؟ واحد قال كولونوسكوبي علشان دي في الريكت سيجمويد لازم اشهر شيء ان هي كانسر كولون، اشهر شيء الاول ننفيه مش الحاجات التانيه، اشهر شيء في الراجل ده كانسر كولون. لو الراجل ده ست يبقى اشهر شيء كنا نفكر في ايه؟ يوتراين وفيريان ماس وبعدين كولونوسكوبي. المهم اتعمل له كولونوسكوبي نورمال. طيب ايه الماس الريتروبريتونيال في الحته دي؟ حاجه من الاثنين، يا ده تيومر ساركوماز، يا اما حاجه طالعه من نيور اندوكراين زي شوانوما جانجلينوما، يا اما الليمفوما الساعات بتيجي في المكان ده لان الليمفوما في السوفت تيشو في اي مكان، يا اما متستاتيك يعني ده ليمف نود، ليمف نود بلفيك ليمف نود متستاتيك من حاجه، يا اما كيدني وادرينال تيومرز ده في الريتروبريتونيال لكن مش هنا لان احنا هنا في البلفس، الا لو كان الراجل ده عنده توزد كيدني. واخر حاجه اسمها ريتروبريتونيال فايبروس، بس الفايبروس ما يجيش في ماس، ما يجيش بايه ديفينيتيف ماس. هل نعمل بايوبسي ولا ما نعملش بايوبسي؟ ها فكروا الحته دي، ماس ديب، هل نعمل بايوبسي ولا مش الصراحه يعني هي صعبه عليك شويه. سي تي جايد كور بايوبسي اند فاينل اسبيريشن هاف بين فاوند تو بي انريلايبل. الريسك اوف هيموريج وانفكشن وتيومر سيجلينج موجود في ديبلي سيتد تيومر في المكان ده. هشوف في الريفيو في الليتشر الولد عمله البرزنتيشن مش بتاعي ده بتاع الولد، قال لنا ان البيوبسي ايه اللي عليها وايه اللي معاها وايه اللي ضدها، بس هو بيقول ان في حالتي يا دكتور انا عملت سي تي جايدد كور بيوبسي والنتيجه ما كانتش يعني ايه مقنعه ان دي حاجه ماس ولا تيومر ولا كانسر ولا ميتاستاتيك ولا ايه. عمل سي تي جايد بيوبسي نوت فيرف دياجنوزيس، عمل لابراتوري وعمل توتال اكسيجن اوف ذا ماس وقدر يشيلها كلها، رغم ان هي كانت زق ريكتو سيجمويد وزق البلادر لكن ما كانتش ايه، كان لقى هيوج ريتروبريتونيال ماس ابروكسيميتلي 10 باي 10 سنتيمتر اباتنج يعني لمساه كده، عارف لما واحد يقعد جنبك في التخته ويلمس كتفك بكتفه هو اباتنج، بات نوت انفلتريت تو ذا ليفت يورتر ليفت ايليك فيسل وبري سيكرا فاشيا، قدر يفصلها من كل الحاجات دي، وده شكل العمليه وشكل الشيء اللي هو طلعه تمام. والبايوبسي ده والكابسوليتد شويه معظمه والكات سيكشن بتاعها هوموجينس يروش، ده الكاركترز بتاعت حاجه اسمها شوانوما، دي منظر شوانوما بالظبط تمام.
دكتور وبعدين دكتور باور بوينت الظاهر عندنا. انا من اول الباور بوينت قلت انتوا شايفين ولا لا؟ قلت لي اه. ما يا انا دكتور في ولد قال لا لا لو قال لا وانا بشتغل بقالي 3 4 سلايدز ما وقفتنيش ليه؟ مستنيه بعد نص ساعه توقفيني؟ احنا معتمدين على شرح حضرتك بس. شرح في عينك ده كله انا ما بشرحش من غير ما بشرحش بلايندلي، عمري ما شرحت بلايندلي في حياتي كلها، وعمري ما شرحت من غير صوره. تمام، حصل خير يا دكتور. صالح حصل خير، حصل خير، حصل خير. والله انا مش عارف اعمل معاك ايه. استغفر الله العظيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم. حصل خير. يعني انتوا ساعات من خوفكم مننا بتعملوا غلطات سيلي زي دي سيلي. حصل خير. الاول هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده انتوا شايفينه ولا مش شايفينه؟ شايفين يا دكتور كده تمام. لون البرزنتيشن اصفر، ده انا حتى قلت لكم لون البرزنتيشن اصفر، قلت لي اه يا دكتور والله قلنا لا بس حصل خير. حصل خير. انا اسف يا سكر. انت حلو، انت حلو ولا يهمك. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كويكلي اقروا اللي مكتوب لان انا شرحته، اقروه بسرعه. بس برضه يعني في طريقه، حاجه اسمها تيتشنج باي سيميوليشن بحبها. يعني انا عايزك انت كلكم لما تكبر وتبقى معيد او نايب او هاوس اوفيسر تعمل البرزنتيشن بالطريقه دي. فهمت قصدي؟ مترتبه. وفي نفس الوقت مفتوح الكلام لكم، لو اسئله في النص اقروا، واسئله في النص. الولد ده واحد من الناس النظيفه اللي عندنا جدا 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 جدا. انا جايب لكم مثال لحاجه عملها، غير واحد تاني بقى زميله هو زميله بالظبط، يروح جاي لنا عرض لنا حاله بحته ورقه مقطعه كده جايبها من الشراب كاتب عليها شويه حاجات، ويروح ايه قايل لنا، او يعمل باوربوينت متلخبط مش مترتب مش مقسمه. انت فاهمين كلامي ولا مش فاهميني؟ عايزكم كلكم تبقوا شطار، عايزكم كل بقى حاجه. الفايده من البرزنتيشن ده كله طريقه عرض الحاله والسيستماتيك ثينكينج بتاعه، من اول ان هو عالج الحاجه الاكيوت وبعد كده انفستيجيتد، وفي نفس الوقت ان هو اخر حاجه ان الريتروبيتونيال تيومرز يوجوالي سايلنت فور ا لونج تايم، وان الموست كومن سيمبتومز فيها بين. انتوا الثلاث اربع نقط اللي حاجه دول اوكي. البايوبسي اهي، والسي تي جايدد، ودي الماس لما طلعها، ودي البايوبسي، ودي ويل سيركمسكرايبد وكابسوليتد، والكات سيكشن سوليتري ويل سيركمسكرايبد فيرم سموث. يعني الواد حتى كاتب تحتيها ديسكريبشن بتاعها. انا يعني حتى مش سايب فرصه ان هو يقول على فكره. طب دكتور جلال شاطر وبيعرف يدي برزنتيشن وبيعمل برزنتيشن بقاله 30 سنه فاشطر منها كتير. طب انا صغنن وعايز اعمل برزنتيشن، هو الواد ده كتب الكلام اللي هو عايزه عشان ما ينساهوش. الكات سيكشن بتاعها واضح ان هي هوموجينس. ان المنظر ده بالشكل ده يا اولاد وبالشكل ده، انت حاسين هي بناين ولا مالينت؟ فهمتوا كلامي؟ دي احساسه ان هي بناين، وخصوصا ان هي برضه سهله في طلوعها، يعني طلعها بسهوله، مش انفلتريتنج سراوند، كانت اباتنج سراوند تحت الميكروسكوب. دي شوانوما، وفي ميون شوانوما اس 10 بيطلع بوزيتيف. وابتدى الولد عشان هو شاطر راح جاب كام كلمه عن الشوانوما وقالهم لنا في كذا سلايدز وخلص البرزنتيشن. فهمتوا قصدي؟ دي ازاي انتوا تشوفوا حاله او بتاع. ناخد بقى اخر حاجه في النهارده، ان احنا نديكم محاضره عن حاجه اسمها ايه؟ ريتروبلين نيوبلازم. ما تزعلوش مني، انا طريقتي كده ان انا لازم اوصل لكم واحده واحده، وانا حاسس ان انتوا غرقانين بكل معاني كلمه غرقانين، فانا بحاول اوصل لكم المعلومات من الاول. لو انا من البدايه رحت قلت لكم ادي الريتروبيتونيال نيوبلازم وكده، مش عارف هتلقطوا معايا ولا لا، ومش عارف انا صح ولا غلط، بس ده اللي انا بفكر فيه. كده انتوا شايفين البرزنتيشن يا ولاد ولا لا؟ تمام كده ظاهر. اهي لونه ايه؟ اخضر. اه اخضر.
تحداوي ولا ماشي حاضر. اللهم صل على سيدنا محمد. ريتروبيتونيال تيومرز اناتومي من الاول كده، ايه ريتروبيتونيال سبيس ده؟ عشان التيومرز اللي بتيجي فيه هو ريتروبيتونيال تيومر. ريتروبيتونيال سبيس ده جزء من الابدومينال بروبر ابدومينال كافيتي اللي هو قلنا ان هو ثوراسيك بروبر ابدومين وبلفيك وريتروبيتونيال. It lies between the posterior envelopment of بريتون and the posterior abdominal wall. يعني اخر ليا في البريتون برايت البريتون ورا، والفيرتبرال ماسلز والفيرتبري الحاجه اللي بينهم دي او السبيس اللي كومبريس اللي بينهم ده اسمه ريتروبريتونيال سبيس. الباوندري انتيريور بوستيريور برايت البريتون، بوستيريور سباين اند باك ماسلز، سوبيريور دايفراج وانفيريور ليفيتور اناي ماسلز، ومي تو سايدز بي جوينت مع الانتيريور ابدومينال وول واللايرز بتاعه الانتيريور ابدومينال وول انتيريور. منظر اهو، اي حاجه في المنطقه دي اسمها ريتروبيتونيال. الريتروبيتونيال يوجوالي سليت لايك، عارفين يعني سليت لايك؟ يعني كومبريست مش كبير، ولكن لما يجي في تيومرز يقدر يكسباند بطريقه ضخمه جدا جدا جدا. طب حته صغيره حلو، لو ريتروبيتونيال فيول اكسباند هتكسباند بوستيرلي يعني هتزق سباين وبارفيتر ماسل، ولا هتزق ايه؟ هتزق حته السوفت اللي هو انتيريوري وهتبقى كومبريسنج او ضغط على الانتستين والحاجات اللي قدام وتزقها قوي. الانسنس بتاع الساركوما الرير، كل الساركوما رير، و 15% اوف اول سوفت ساركوما اللي هي رير بتحصل في ريتروبيتونيال. خلاص الريسك فاكتورز ان العيان ده يجيله ريتروبيتونيال تيومرز، اراديشن لو كانت على الراديشن، كيميكال اكسبوجر لايك فينايل كلورايد اثناء عمله او شغله في مصنع كيميائي او حاجه، فاميليال واحد عنده فون ريكهاوزن ديزيز او ليفرميني سيندروم او جاردنر سيندروم. عايزين فكره عن كل واحد فيهم ولا تروحوا تقروا؟ فون ريكهاوزن ديزيز ده سيستماتيك مالتيبل نيوروفايبروماتوزيس. ليفرميني سيندروم بيبقى فيه بيتميز بكانسر اوفري وكانسر بريست وريتروبيتونيال ساركوما. جاردنر سيندروم ده مالتيبل فاميليال بوليبوزيس في السمول انتستين مع ديسمويد فانشي ابدومينال وول مع ريتروبيتونيال ساركوما. الجينيتك ميوتيشن خصوصا في البي 53 والار بي 1 جينز، والاثنين دول ميوتيشن، يعني الاثنين دول لو ظهروا في سيل يعني السيل دي اب نورمال. فاحنا الكلام لا، البي 53 والار بي اي مش نورمال في السيلز، دول اب نورمال. التايبس بتاع ريتروبريتونيال تيومرز بيناين تكون موجودين وماليجنانت تكون موجودين، لكن يوجوالي ريتروبريتونيال ماس از ماليجنانت انتيل بروف اذروايز. فاهمينكم؟ لا، ات از ماليجنانت انتيل بروف اذروايز، لان الماليجنانت هو مور سيريس ومور دينجرس ولازم اهاجمه ولازم اتصرف فيه. هتطلع من اي تيشو موجود في السبيس ده، فالسبيس ده فيه اديبوز، فيه فات سيلز، وفيه سموث ماسل، وفيه كونكتيف تيشو، وفيه سترايت ماسل، وفيه ليمف فيسلز. تمام؟ فممكن يبقى لايبوما اللي هو بيناين او لايبوساركوما، ممكن يكون لايوميوما اللي هو سموث ماسلز بيناين او لايوميوساركوما، ممكن يكون فايبروما او فايبروساركوما، ممكن يكون رابدوميوساركوما اللي هي الفولانتري ماسلز بتاعتك، او تكون ليمفوما او ليمفانجيوساركوما. لكن موست كومن لايبوساركوما، موست كومن سوفت تيشو مالين ساركوما لايبوساركوما. لايبوساركوما تمام. اللايوميوساركوما انكريز يعني ممكن في ريتروبيتونيال عاليه، اللايوميوساركوما في ريتروبيتونيال عاليه لكن مش في كل الساركوما عاليه. مالينجنت فايبرس هيستوسايتوما از انكريزنج، مالينجنت فايبرس هيستوسايتوما از انكريزنج، لكن لانها ليست الموست كومن حتى الان. رابدوميوساركوما از ذا موست كومن في الاطفال، رابدوميوساركوما از ذا موست كومن تيومرز في الاطفال. تمام. ان اديشن تو ساركوما اذر مالينجنت زي ممكن تكون برايمري مالينجنسي في ريتروبيتونيال زي برايمري رينال سيل كارسينوم، سوبرا رينال كارسينوم، او ميتاستاتيك بارا اورتيك ليمف نود انلارجمنت ديو تو كانسر ستومك، بارا اورتيك ليمف نود انلارجمنت تو كانسر اي حاجه ماشي. ليمفوماس تيجي في ريتروبيتونيال تيجي، يبقى كل ده ممكن يكون في ريتروبيتونيال بالترتيب ده. منظر انتر ابدومينال ريتروبيتونيال ماس، ما يعني جاست عشان اوريكم ان هي من اصعب العمليات ومن ابوخ العمليات، وهي ربنا نحمد ربنا ان هي نوت كومن. ايه الاله الجميله اللي في ايد المساعد دي اسمها ايه؟ هتتسالوا على الاله. نون سيلف ريتيننج ابدومينال ريتراكتور، او اسمه ديبرس، لكن نون سيلف ريتيننج ابدومينال ريتراكتور افضل. تمام. لايبوساركوما بتبقى تحت الميكروسكوب كده، فات سيلز
اللي هي كلير سيلز مليانه بفات لوبيولز ومالتيبل مايتوزز لايوميوساركوما ماسل سيلز، شايفين ماسل سيلز وفي نفس الوقت مالينجنت فيتشرز فيها. مالينجنت فايبروسيستوسايتوما اللي هي انكريزنج ان انسنس لكن نوت ذا موست كومن برضه بتكون موجوده. طب الكلينيكال بريزنتيشن اوف ريترو بريتونيال تيومرز الكومن ايج بتاعها اباف 50 above 50 years of retinal tumors يعني not common في اليوم لكن مش obsolete. في slight male predominant لكن مش كتير يعني واحد ونص الواحد. most patient presented with asymptomatic abdominal mass نقولها 10 مرات asymptomatic abdominal mass ولذلك the dangerous site of malignancy is retinal retinal ليه؟ لانه هيكبر 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 من غير ما تحس بيه. النقطة الثانية ان هو copious يعني ايه؟ يعني كان occupy a very huge mass قبل ما تظهر لك. usually large in size not moving with respiration non-mobile fixed حتى وانت بتحركها او بتحسها abdominal حتى لو عملت knee chest position ما هتلاقيهاش fall forwards وهتلاقي resonant on percussion in front of it لكن لو عملت عليها percussion هي نفسها لو كانت كبيرة جدا لدرجة ان هي زقت كل small intestine away هتلاقيها ضل. منظر عيان عنده huge bulge mainly في ال right iliac fossa extended suprapubic العيان ده عنده أصلا midline incision healed by secondary intention ده منظر اللي بيجيلنا retroperitoneal mass بتبقى جزء من abdominal mass طبعا وممكن تظهر في أي مكان من ال 9 quadrants حتى يعني لكن ريال ان هي تطلع في الامبريكال بس يعني هي بتبقى رايت فلانكس او رايت لامبر وتكستند الامبريكاس او بتبقى لور وتكستند الامبريكاس بتبقى هيوج. ابدومينال بين از بريزنت ان هاف اوف ذا بيشنت ابدومينال بين از بريزنت ان هاف اوف ذا بيشنت لكن نوت ان 100% اوف ذا بيشنت. ليس كومن سيمبتومز انكلود ايه بقى جاستروينتستينال هيموريج early satiety, early satiety يعني بيشبع بسرعة, nausea, vomiting, weight loss, and back pain. Symptoms related to nerve compression by tumors. البين ده بيبقى سببه إيه اللي هو في نص الحالات يا إما compression nerve يا إما lower extremity paresthesia and varices. كمان ممكن retroperitoneal tumors presented by symptoms of compression of inferior vena cava. كومبريشن اوف فيو في كيفه هيعمل لور ليمب ايديما هيعمل فاريكوسيل هيعمل اسايتس ممكن يعمل دايليتد انتيرير ابدومينال وول فينز اللي هي نتيجه اوبستراكشن اوف ذا انفيرير فينا كافا كمان ممكن بريسبوز لديب فينس ثرومبوز. التي ان ام ستيجنج اوف اول ساركوماس اول ساركوماس مش بتكلم على التروبيتونيال ساركوماس بس اول ساركوماس التي ان ام ستيجنج بتاعهم از ذا ايزيست تي ان ام يو ايفر يعني ايماجين تخيل ان هو التي بتاعه يا تي 1 يا تي 2 التي 1 اقل او ايكوال ل 5 سم التي 2 اكتر من 5 سم واي او بي دي اكوردنج ان هو سوبرفيشالي لوكوليتد يعني في الاكستريميتيز او في اللور ليمب يعني او في الابر ليمب او ان هو ديبلي سيتد يعني في الابدومين او في الريتروبيتونيال اي او بي بس ان يا ان 0 يا ان 1 ومعظم الساركوما ان 0 معظم الساركوما ان 0 99% اوف ساركوما ان 0 والام ام 0 او ام 1 ومعظم الساركوما ام 1 دايجنوستيك ايفالويشن يعني لو جالي عيان عنده ريتروبيتونيال سويلنج هو بريزنت لي طبعا بابدومينال ماس وممكن يكون عنده بين في نص الحالات هعمل ايه accurate history taking complete physical examination all nodal areas has to be searched for يعني ايه all قصدي lymph node nodal area يعني لازم اكشف على طول على السيرفيكال ريجون اكشف على طول على السوبرا كلافيكولار ليفت سوبرا كلافيكولار ليفت الشاو lymph nodes اكشف على الاكزيلا اكشف على انجوينال ريجون لان الراجل ده ممكن يكون الكلكوعه اللي عنده الريتروبيتونيال دي lymphadenopathy دي جزء من الليمفوما برضه لازم اشوف التستيكولار اكزاميشن ان مين لازم لان في حالات كتيره ريتروبيتونيال ماس بتبقى اند سنتستيكال اتحولت ل ادينوكارسينوما او تيراتوما. السي تي ابدومين والبلفيس والكونتراست از كورنر ستون ان دايجنوزس سمتايمز وي شيفت تو ام ار اي تو سي مور ديتيلز اباوت ذا ريجنز اند انفيجن اوف سراوندينج تيشو. لاستلي وي هاف تو دو انجيوغرافي اف وي سسبكت ذات ذيس هيوج mass is compressing or infiltrating aorta or a branch of it.
سي تي ابدومين ترانسفيرز. الطريقه اللي انا بقولها دي هي اللي تقولها في الامتحان، لما الصوره دي تيجي قدامك كده تروح باصص لها كده، باصص لها كده تقول الخايب فيكم هيقول ايه؟ دي سي تي. الشاطر شويه هيقول ايه؟ دي سي تي ابدومين. الشاطر شويه كمان هيقول ايه؟ دي سي تي ابدومين ميد ابدومين ولور ابدومين وبرينيوم تحت اخر سطر تحت برينيوم، والسطر اللي فوق السطرين اللي في النص بلفيك لور ابدومين، والسطر اللي فوق ميد ابدومين لان مش شايف الريبس. تمام؟ ايه اللي خلانا نقول ان هي ويز كونتراست؟ الفيسلز ابيض ولا الفيسلز مش ابيض؟ اخر حاجه وده اللي احنا مش عايزينه من حضراتكم، ان انتوا تقولوا ان في هيوج ماس مني في الرايت سايد في بلفيك. تمام؟ رايت سايد بلفيك ماس، الست دي اول حاجه هسالها ست ولا راجل؟ لو ست دي اوفيريان ماس اوفيريان تيومرز، لو راجل ده ريتروبرينيال سامثينج. تمام؟ طيب التريتمنت، سيرجري از مين تريتمنت، كومبليت سيرجيكال ريسكشن از ذا موست افكتيف لو انت استطعت ان انت تعمله، تعمل ان بلوك ريسكشن اوف ذا انفولفد اورجان ويز ذا تيومر لو هو انفلتريت، يعني لو لقيت ريتروبرينيال تيومرز انفلتريت الكيدني شيل الكيدني معاها، لو لقيتها انفلتريت تيلو في البنكرياس شيل البنكرياس معاها، او تيل البنكرياس او سمول انتستين ان بلوك. ان بلوك يعني ايه؟ الاثنين في لوكه واحده او في مع بعض، علشان دي اسمها الراديكاليتي اوف اكسيجن اوف تيومرز. Sometimes we need to do vascular resection لو في vessels involved بالtumor ونعمل replacement للvessels ده بreconstruction. ساعات ما اقدرش اشيل لان tumors infiltrating important structure which we cannot remove it. هنا هيعمل palliative surgical procedure like debulking may be considered in some cases or some cases مش بنعمل اي حاجه وبنقفلها زي ما هي. mortality rate should be less than 5%. انا بتكلم على mortality rate of the operation. mortality rate of the operation بمعنى ما تعملش عمليه وانت حاسس ان انت مش هتقدر تشيل. حسيت ازاي؟ بالسي تي فايندنج، بالانفستيشن اللي عملتها بتاع كده. لكن اعمل عمليه لو انت عندك امل انت تشيل ان شاء الله 50%، عشان المورتاليتي ريت لازم تكون قليله. احنا مش بنموت العيانين بالعمليات، احنا بنعالج العيانين بالعمليات. الراديو ثيرابي له رول اكسترنال بيم راديشن، وساعات بنعمل انترا اوبرتيف براكي ثيرابي، وده تول جديد وجميل قوي انه انت فاتح بطن العيان بتجيب الكاسود بتاع الراديشن وتحطه على التيومر نفسه، بتديله جرعه عاليه جدا جدا من غير ما تاثر على النير باي اورجانز وستراكشر. كيمو ثيرابي مينلي ادرينامايسين هو اللي بنستخدمه في اللوكلي ادفانسد كيس وفي الهاي جريد تيومر حتى لو شلتها. البروجنوزز بتاع ريتروبرينيال تيومرز يعتمد على كذا حاجه. اول حاجه الهيستولوجيكال تايب، الليبوساركوما احلى من الحاجات الثانيه. الجريدنج، لو جريدنج واطي البروجنوز كويس. الستيجنج، لو الستيجنج واطي البروجنوز كويس. ولو ده سوبرفيشلي سيتد ساركوما هيبقى افضل من الديبلي سيتد 1. كولكتيفلي ريتروبرينيال تيومرز لو لاحظتوا ان هي محاضره صغيره جدا وقصيره جدا، لان مش هخش في تفاصيل لحاجه انكومون. انا عارف ان الحاله اللي شفتوها في القسم عندنا يعني اسمها ايه، open your appetite او يعني increasing your appetite للموضوع، ولكن هو الموضوع مش common ومش كبير وما تذكرهوش كتير. retroperitoneal tumors are rare, most common are sarcomas, usually present as a large mass. CT scan is the most helpful diagnostic tool. Abdominal approach to allow in block resection is the main line of treatment. Total surgical resection is the main treatment. Prognosis depend on size and histological grade. Local recurrence seen in 2/3 of patient and 5-year survivors is variable, but it is about 1/3 to 1/2. Thank you.